يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 28، الصغرى 22، الإسكندرية 26-21، مطروح 27-19، بورسعيد 27-22، والإسماعيلية 27-20. ننتقل إلى السويس 30-21، العريش 28-20، طابة 28-24، شرم الشيخ 33-24، الغردقة 32-24. الأقصر العظمى فيها 34، الصغرى 23، أسوان 34-23، الوادي الجديد 33-19، شلاتين 32-25، وأخيرا حلايب 30-25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.